سامحني خويا ميمو، راه الفيديو الاخرى قصت، حبيت نوصل لك اللي راهم في اي سونتر يتعاملوا بيسر معناها بعنصريه كبيره برشا، فهمت؟ حتى بارتي انا ومرتي معناها من مشكله اللي مع السونتر، زاد معانا طفله مسكينه عندها زوز صغار، ديما يهدوا فيها باش يفكوا لها صغارها، وتوا عاملين لها جلسه باش ينفكوا لها صغارها المراه مسكين، وعندها توا عامله كالازيل كرق 5 سنين كاللجوء ما تنجمش تهبط لتونس، وهي ما عندها حد زاد مسكينه لان ما عندها وين تمشي مش عارفه وين تمشي. بقيت انا والمراه معناها ديما ما عطينا دار وحدنا، فهمت؟ ديما يقولوا لي علاش ما تخرجش، يمشوا يعملوا لي مشكله مع المراه، ديما مكبشين في الحاجه ذي، ديما مكبشين اللي كونك انت يلزمك تخرج لهم السونتر من هنا. فهمت؟ ما نحبش العباد يقول لك هذايا في سونتر ويسكن وماكل شرب ومش حامد ربي. خويا الغالي على اي واحد باش يقول لك هيك، نحب نقول لك انا كان جيت من بيت البرة ومانيش في سونتر خير من اللي نعيش في سونتر، خاطر تعيش في عذاب في سونتر، ماكش راك مستحيل في واحد يعيش في سونتر راهو يكذب باش يقول لك راني عايش لاباس في سونتر، مستحيل عذاب، راهو يحضروا لك بطاقة تعريف هذايا ولا يحضروا لك فهمتني كوتشي فيسكال والبرميسو ويعملوا لك الدات نتاع الوحدة نتاعك يقول لك اخرج، ماني يحطك في وضع خايب برشا. لا يزي يهزوك البلاصه ما فيهاش خدم، فهمت؟ يحطوك في حتى كي تلقى خدمه يبروفوكيوك بالقرايه، تمشي تخدم يقولك شبيك ما تجيش تقرا، تمشي تقرا يقولك شبيك نهار كامل قاعد، معناها هو ريت يحرمك من نهار كامل خدمه اللي هو نهار ب 30 يورو ساعه، على ساعه قرايه من 10 ل 11 تلقى روحك نهار كامل ما تخدمش، ومن بعد كل يوم ديما فما مشكل في اي حاجه، حتى ريت في السبيزه باش يمدوا للعباد سبيزه، اقسم بالله بس ساعات ما نحبش نمشي لها انا سبيزا نمشي ناخوها، خاطر كي يبدا يمد لك فيها تحسه فوق من قلبه يمد لك فيها سبيزا، فهمت؟ يعني معناها حياه صعيبه برشا راهي في السناتر، ننصح اي واحد باش يجي انا ونقولها ونعاودها يجي يحطوك في سونتر تمشي خويا تخدم على روحك، ديما تحط في بالك راك حضرت لك البطاقه تعريف، انت ديجا من قبل بطاقه تعريف تبدا تصير لك في المشاكل، راه ديما يركزوا لك على مرتك باش تصير لك مشاكل. انا والله ميمو وصلت المراه تسمع فيا، وصلت المراه شربت الدواء باش نقت، عملت لهم هبه ما لقينا لهم حتى حل، معناها كل ما المراه تهبط للسونتر ترجع تهبط مسلمه ترجع لي كافره من عندهم بالمشاكل يعبوا لها راسها وشنو الحل وكيفاش، وحتى توا مثلا العمليه نتاعها مازالت، يعني نورمالمون كي العمليه نتاعها مازالت نورمالمون انا مازلت معناها لاني نتكمل هي العمليه نتاعها، فهمت؟ ومكبشين فيك باش تخرج، ما فهمتش علاش انا الموضوع هذا ما حبش يتحل. وانا خويا يرحم والدين والديه كان فما واحد ولد حليل، مانيش راني لا نحب بفلوس لاني طالب لا حتى شيء، يعاونني واحد ببلاصه فيها خدمه باش نمشي نخدم على روح، عندي ولدي في تونس وعندي مرتي مريضة، نحب خويا واحد يخدم على روحه، فهمت كيفاه؟ خاطر انا عندي صغار في تونس من مرتي الاولانيه ومعي مرتي الثانيه، يعني جاي لهنا باش نخدم ونحسن وضعيتي وولادي ومرتي مريضه، مانيش جاي لا باش نطلب واحد ولا باش نتصدق من واحد. يعني كان فما ولد حلال يرحم والدين والديه ينعتني على بلاصه فيها خدمه، ويرحم والديه كميم وبجاه ربي يوصل لي سودي، وراه ننصح اي تونسي ونقولها ونعاودها ديما في سونتر ديما تحط حاجه تحت راسك. ما تعملش كيفي انا راك تلقى روحك صفر ويحبوا يخرجوك. يرحم والدين والديك يا خويا ميمو.